واضحة بس هو اللي هيحاسس عليها. قصدك ايه يا عمر؟ قصدي يا باشا ان اللي عايز يحطنا تحت الميكروسكوب يتفضل ونجيب له عشا كمان. احنا ناس بنعمل شغلنا صح وما نخافش من حاجة يا باشا. متهيألي يا عمر لو انت عايز تعمل شغلك صح زي ما بتقول بتضطر تعمل حاجات ممكن تأذيك لو حد حطك في دماغه. حاجات زي ايه يعني يا باشا؟ وحد مين يعني؟ الموضوع بتاع التلاجة ده كلنا عارفينه بينا ومن بعض انها مسألة مش قانونية. والحد ده ببساطة ممكن يكون عادي للكون نفسه. لا اذا كان على التلاجة ما تشغلش نفسك يا باشا. الواد دلوقتي في النيابة وزمانه على وش خروج كمان. اما بقى عادل الكومي بخليه الاول يلملم بطحته وبعد كده يركز في بطحة غيره. اي اوامر تانية سعادتك؟ اتفضل يا باشا. بعد اذنك يا باشا. يا عمر الباشا كان عايزك في ايه؟ طق حنك. اكلمك في عادل الكومي اكيد. وانا خلفت غير عادل الكومي. طلع لي في المقدر. حد اتصل بيا؟ رن مرتين يا باشا. ده الباشا الكبير. عمر يا باشا. انا في الشغل يا بابا. ليه يا بابا في ايه؟ طب هي حصل لها حاجة؟ طب يا باشا أنا في الطريق. بقولك يا باشا أنت فين؟ طب أنا في السكة بابا. بقولك خير يا عمر؟ رد عليا. لا ماسك ولا ما نسكيش. رد عليا. رد عليا. لا ماسك ولا لا. انا كده سيبوني يا باشا. الواد ده لازم يموت. هيموت يا باشا. صورته. انا عايزك تطمن على الاخر يا باشا. الواد ده انا هخليه يلف حوالين نفسه. هيطلع من تحت ايدي وبيمشي في الشارع يحدف شبشبه ويجري ورايا القفو. وحد الله بقى يا باشا. قشطه. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. لا اله الا الله. معلش بقى يا باشا. قلبنا لك دماغك. ازاي بقى يا عمر بيه؟ الباشا والدنا كلنا وده انفعال طبيعي للي حصل يعني. معلش بقى باشا بالراحه كده فهمني اللي حصل. الموضوع يا عمر بيه ان الوالده قلبها كبير. تقريبا هي كانت في مشوار جنب محل الميكانيكي بتاع الراجل ده. وهي معديه شافته ماسك الصاب بتاعه وعدمه العافيه. العادي يعني يا عمر بيه وهم بيعاملوا صبيان كده. لكن يظهر ان الهاني متخضت شويه يا عمر بيه من المنظر. واتخانقت مع الراجل. وفي وسط الخناقه يعني انفعالها زاد شويه وحاولت تشد الواد من قدام الراجل. لكنه نسي نفسه طبعا ويعني وزقها. طب يا باشا انتوا عملتوا محضر؟ لسه يا عمر بيه. ماشي يا باشا بعد اذنك طبعا يعني احنا هنأجل كل حاجه لحد ما اكلمك في التليفون. تحت امرك يا عمر. بعد اذنك يا ابني. امر يا باشا. الامور لنا حد يفتح لنا تحت امر حضرتك انا هاجم على حضرتك. اتفضل يا باشا. اتفضل. هنتقل عليك كده. اتفضل يا باشا. اتفضل. اتفضل. أنا طبعا مش عايز أعرف إيه اللي حصل. أنا متأكد إن أنت صح. بس أنا عايز أعرف أنت عايزاني أعمل إيه مع الراجل؟ اللي أنت عايزاه هيتعمل بس من غير ما تتأثري ببابا. أنا عايزة الولد ده في المؤسسة بتاعتي. هو الواد يتيم؟ لا، أمه موجودة. والمفروض إنهم بعتوا يجيبوها دلوقتي عشان الراجل الهمجي ده عايزة تشهد إن هو ما بيشتغلش من وراها. صعبة دي يا ماما. أنا عارفة. طب والراجل؟ بصراحة يعني هو ملحقش يزقني. أنا أول ما لقيته بيمد إيده عشان يزقني اتخضيت ورجعت لورا وسبت الولد من إيدي. أيوة يعني لمسك ولا ما لمسكنيش؟ وأنا لو ما كنتش اتخضيت كان أكيد هيلمسني طبعا. يا ماما فاهم أنا. إيه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل إن أنا اتخضيت. طب أنت عايزاني أكتب في المحضر إيه بقى؟ إنه زقك ولا إنه هوشك؟ وهي هتفرق في ايه يعني؟ ما هو برضه غلط. هو من حق اي حد كده انه يهوش اي حد؟ ده طبيعي يعني؟ لا يا ماما مش طبيعي، بس تفرق كتير. لو زقك يبقى لمسك يبقى تحرش. انما لو خضك بس انا اعرف اربيه بطريقتي من غير ما نعمل له قضيه تحرش بقى ومحضر رسمي. مش عارفه بقى، بس باباك مصمم. مالكيش دعوه بابا، المهم انتي
بابا دمه محروق، انا هتصرف معاه. يبقى انا عايز ايه؟ عمر بيه. ايمن باشا. صباح الفل. صباح الفل. ليك ضيف عندي مستني في المكتب، انا قلت استناك هنا في نبطشية الحاج. ده مين ده؟ ده فتح حكومي. فتح حكومي مين؟ ابو عادل فالنتينو. عايز ايه على الصبح ده؟ انا مش طايق اتكلم معاه بصراحه، انا ضيفته لغايه ما انت تيجي. يا اخي الناس دي بيجيب لي دي تنفس على الصبح كده. لا 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 لا، دي تنفس ما ينفعش، اضرب دي. اشمعنى يعني؟ سلك الهواء. دي بتعمل شغل؟ نافورة هواء. ماشي. ابعته لك بقى عشان المكتب عندي اتخنق. طب شويه واحدفه طيب. تعرف تلف. يا سيدي ادينا بنحاول. صباح الخير. صباح النور يا فندم. اصلا انا مركزه ازاي؟ حضرتك عايز مين؟ منصور بيه عز الدين. دور الرابع. بره رايحه فين؟ من فضلك انتنسب كير فين؟ نعم حضرتك. العنايه المركزه فين؟ قدام على الشمال. فين يا فندم؟ فين يا فندم؟ فين يا فندم؟ ما ينفعش يا فندم. مفيش ما ينفعش، ده ابويا. الاوضه معقمه. اهدى بس، اهدى اهدى يا حبيبي، اهدى كده بس. الدكاتره معاك لازم يجهزوك يا حبيبي والا هتاذيه. عمر بيه. يا صار. الكومي بيه بره وعايز يقابل سعادتك. هات يا عم. حاضر. اتفضل يا كومي بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا يا باشا. السلام عليكم يا عمر بيه. سهلا، منور يا كومي بيه. اسف على التاخير. لا ابدا ما حصلش حاجه. اتفضل اتفضل سعادتك اتفضل. كان الله في العون. منورنا يا باشا. نورك يا عمر بيه. تشرب ايه سعادتك؟ متشكر قوي. لا ازاي؟ لازم تشرب حاجه. يعني انا مش عايز اشغل لك، لو كان ولا بد يبقى قهوه مظبوط. طبعا يا باشا. قهوه مظبوط للباشا. منور يا باشا. نورك يا عمر بيه. سيجاره سعادتك. لا انا واقف الحكايه دي لان الدكتور لو خد خبر هيضربني بالنار. يلا اوفر برضه. قوم يا باشا. عمر بيه، ايه رايك نخش دغري في الموضوع؟ المثل بيقول لك امشي عدل يحتار عدوك فيك. نمشي عدل. نخش عدل. عمر بيه لو لك اخ وغلط غلطه ممكن تعمل معاه ايه؟ حسب الغلطه. يعني لو غلط غلطه تزعلك ممكن تعمل معاه ايه؟ لا انا الغلطه اللي تزعلني لازم تكون كبيره قوي. اصلا زعل بيزعل قوي يا باشا. تمام. طب يعني لو فرض وغلط غلطة كبيرة تزعلك ممكن تعمل معاه ايه؟ مش عارف. يعني امر طبيعي انك تقرص ودنه. عشان كده انا مش عارف. ايه اللي مش عارفه بالظبط يا عمر بيه؟ اصل انا القرصة بالنسبة لي في الغلطات الصغيرة يا باشا. لكن لو الغلطة كبرت القرصة هتزيد حبتين وممكن اقطعها لك. وقلبك هيطوعك؟ ما هو لو الغلطة كبرت قوي لدرجة إنها تزعلني أكيد قلبي هيطوعني يا باشا، مش هتفرق معايا، خصوصا إن هو مش هيدي. بس ما يبقاش قلبك أسود مش هترضى عمر بيه. يا باشا أؤمر يا باشا. الأمر لله، الموضوع يتعلق بابني عادل. بقول يعني ما ينفعش السكة اللي أنت واخده ليها دي. ما ينفعش ليه؟ علشان ما ينفعش. لأني ما ينفعش إني ولد من عيلة محترمة ابن ناس لمجرد إنه اتورط
في نزوة ممكن يتورط فيها أي شاب من سنه في أي حتة في العالم ندمر مستقبله عشان واحدة زي اللي اسمها رباطي. أيوة هي مالها بقى يا باشا اللي اسمها رباطي؟ لا مفيش، يعني هي بنت عايزة تعيش، ولكن لما تفهم إنها هتقف للقطر ترضى بنصيبها. طب ولما تفهم إنها هتقف للقطر بقطر تفتكر هترضى بقليلها يا باشا؟ هو ربي أنا قلت بنصيبها. ماشي قليلها نصيبها مش فارقة، هي هي ما تدقش. كمل يا باشا. كمل إيه بقى؟ ما أنت ناوي تركبها القطر أهو. أؤمر يا باشا أؤمر. الأمر لله. أنا بقول مهم يا ابني الموضوع ده ينتهي ودي. الأمر صاحب الأمر ونعم بالله. والموضوع ده في إيد اللي اسمها رباب يا باشا، لازم هي ترضى، هو ده اللي يرضي ربنا. ونعم بالله احنا مقلناش حاجة، نشوف إيه اللي يرضيها وهي على حالها كده من غير ما تحس إن وراها ضهر. لا باشا ده شغلي بقى، لو شفت واحد مظلوم لازم اسنده الا لو حسيت انها كدبت. واضح بصراحه كده ان البنت ما قالتش حاجه فيها كده، بدليل ان حضرتك سايب شغلك ومصالحك وجاي لحد هنا ومستنيني بقالك ساعه عشان في الاخر تقعد معايا وتساومني. سوري يعني بمعنى مؤدب تفاوضني. المقابلة خلصت يا باشا، تقدر تفضل من غير ما تقول عشان انا عندي شغل ومصايب متلتلة فوق دماغي مستنياني. مصايب من اللي بجد، مش خلفة جدرها الفسدان جاي يساومني عشان سلامتها. ما تتصورش سعادتك انا مبسوط قد ايه بالمقابلة دي. تشكر تشكر يا عمر بيه، ده من دواعي السرور يا سعادتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا باشا. جدو قول يا دار. ممكن تقوم تتمشى شوية كده؟ شوية كده قد ايه يعني؟ شوية كده نتمشى هنا في الأوضة أو نتمشى برا في الكوريدور، حبة مش كتير. الحقيقة أنا مرتاح شوية على السرير وبحاول منزلش من على السرير على قد ما أقدر. بس مش هتفضل كده كتير يا جدو. أوعدك يا حبيبتي يومين ثلاثة بإذن الله. يس فيري جود. خلي غادة تاخد درة ويخرجوا، عايز اتكلم معاك شوية. حبيبي ممكن ناخد ماء ونخرج خمس دقايق بس عشان جدو عايز يقول لبابا حاجة سهلة. وكمان عايز؟ خمس دقايق بس يا حبيبتي. هشغلك الاستي الارم. ليك يا ماما. ايه الفلاشة دي بابا؟ عايزك تحطها جوه عينيك، ما تخليش الداتا اللي فيها ما تخليهاش تبان على اي اجهزة. محدش يا ابني ضامن حاجة اليومين دول. طب انا محتاج افهم. دي فيها كل تفاصيل شغلنا مع الشركات والمؤسسات والبنوك اللي برا مصر. من هنا ورايح يا ابني انت اللي هتشتغل معاهم مش أنا. ايه يا بابا؟ اسمع الكلام، اسمع الكلام يا ابني، ما عادش فيه وقت. انا حتى لو ربنا كتب لي الشفاء وخرجت المستشفى مش هيبقى عندي طقطان للشغل. ان شاء الله يومين ثلاثه بالكثير وتبقى بره وزي الفل. ان شاء الله. بس هو في موضوع تاني كنت عايزك اتكلم معاك فيه. اتفضل. فاكر السنتين الزبالة اللي اتحبست فيهم في قضية أرض راس شيطان؟
اكيد. مراد بيومي بعت ورايا واحد علشان يصفيني جوه السجن، وفعلا كان ممكن ينجح ويعملها لولا سيد بركات. مين سيد بركات ده؟ سيد بركات ده ولد كان محبوس جوه السجن واخد 24 سنة، قتل واحد، بس دي مش شغلته الأساسية، هو كليفتي، حرامي بتاع أي مصلحة، أي حاجة تلاقيه رشيق فيها حتى لو كانت خناقة. المهم لولاه كان زمني مقتول جوه السجن. طب وحضرتك بتقولي الكلام ده ليه بابا؟ المرة دي يا ابني أنا مش عارف أقعد في المستشفى قد إيه ولا حتى هخرج منها ازاي. متقولش كده، كلها يومين ثلاثة كتير، ان شاء الله تبقى بينا باذن الله. محدش يكره يا ابني، بس عايزك تخلي سيد بركات قدام عينيك وتحت رعايتك، بس من بعيد لبعيد، فاهم؟ حتى لو وقع في مصيبه صدر له اكبر محاميين، ولو لا قدر الله دخل السجن ها خليه يعيش جوه السجن ملك، فاهم يعني ايه؟ طب ممكن علشان خاطري ما تجيش نفسك، كلها يومين ثلاثة وتبقى بينا ان شاء الله. من فضلك ما تفكرش في الحاجات الوحشة دي خالص، خليك ايجابي على قد ما تقدر، الموضوع ده مفيد جدا في العلاج، ارجوك. هي دي عربية الأمريكان يا باشا. اطلع على اسمه وانا هخليني وراه، ولو رجع على مكانه تاني مش هيبقى محتاج اكتر من المناوبين هناك، ولو في حاجة حصلت اكيد هيبلغونا. انت تحب العكر؟ هو في حد ما يحبش العكر يا رز باشا؟ يا بنت اسمه رضا باشا، رضا باشا هي معناها كده عندنا. بس انا رزة بقى عاجبني، حلو كده وبيرن. هذا عطر انا بنعمله تركيبي، ملوش تمن فلوس، هدايا بس. الله ذوقك حلو قوي يا رزة باشا، ده اكنه من الجنة. شم كده يا سيلي. انت بتشممي مين؟ ده يشم شكمان، فسيخ، بصل، ناوليني كده. الموضوع تمام. تمام. يلا بينا يا اولاد. اوكي. Mm-hmm.